كثيرة هي الإيجابيات لبدء مشروعك الخاص مع الاحتفاظ بوظيفتك الثابتة، فهذا يساعدك في الحفاظ على مصدر دخل ثابت أثناء بدء مشروعك الناشئ، ما يشعرك بالأمان والطمأنينة مع احتمالية تعثر المشروع أو عدم تحقيق المشروع لدخل مناسب في المستقبل القريب. أما العائق الأكبر الذي قد يواجهك في طريق بدء مشروع خاص بجانب وظيفتك هو الوقت، لأن وظيفتك ستأخذ الجزء الأكبر من وقتك في اليوم، وبالتالي لا تترك لديك الكثير من وقت الفراغ للقيام بمشروعك الخاص، ما يحتم عليك العمل لساعات متأخرة من الليل وفي أيام عطل نهاية الأسبوع. لذلك سنقدم لك بعض النصائح التي ستساعدك في إنجاح مشروعك المستقبلي مع الحرص على عدم التعارض مع وقت وظيفتك الحالية. 7 خطوات لبدء مشروعك الخاص دون أن تترك الوظيفة. أولاً، ضع أهدافاً ذكية قابلة للقياس والتحقيق. إذا كنت متأكداً من فكرة بدء مشروع خاص وعلى استعداد للتضحية والعمل بجد لإنجاحه، فعليك تحديد أهدافك قبل بدء المشروع. قبل تحديد أهدافك لابد أن تكون لك رؤية واضحة حول حلمك الأكبر من إنشاء هذا المشروع الناشئ، وهو هدفك الثاني الذي تسعى للوصول إليه. أن تبدأ والنهاية التي تريدها في ذهنك سيسهل عليك الكثير من الأمور، لذا ضع في اعتبارك أنه بإمكانك تغيير أهدافك في الطريق للنجاح. ثانياً، حدد مهاراتك واهتماماتك. أدرس عملك جيداً واكتب أكثر المهارات المطلوبة لبدء المشروع الخاص بك. إذا كنت ستبدأ العمل على مشروعك بمفردك فستحتاج إلى القيام بالمهام كلها، إذن لابد لك من تعلم كافة المهارات التي يحتاجها المشروع. ابدأ بدراسة عملك بشكل موسع لتعرف كل ما يتطلبه من مهارات، ثم دون كامل مهاراتك الحالية والمهارات التي عليك تعلمها. ثالثاً، أدرس السوق لمشروعك الخاص. من الضروري التحقق من صحة فكرتك قبل البدء في تنفيذها، وحتى لا تصدم بعدها بعدم وجود عملاء محتملين يحتاجون لمنتجك أو خدمتك. والسوق هو المكان الذي تحدد فيه ما إذا كانت فكرتك قابلة للتطبيق أم لا، وهل الناس على استعداد لإنفاق المال للاستفادة من خدمتك أو منتجك؟ رابعاً، استغل التكنولوجيا. هناك وسائل تكنولوجية عدة يمكن أن تساعدك على تقليل وقت العديد من المهام التي كانت تستغرق ساعات طويلة سابقاً وإنهائها في ثوان أو دقائق قليلة فقط. قم بإجراء البحوث واستغلال برامج إدارة خدمة عملاء وبرامج أتمتة التسويق لإرسال رسائل بريدك الإلكتروني آلياً وغيرها الكثير من الخدمات التي ستوفر الوقت والجهد. خامساً، استعن بالمصادر الخارجية. إذا كنت تخطط للقيام بكل العمل بنفسك فإن الوقت لن يسعفك، هذا بغض النظر عن الخبرة. أما إذا كنت تخطط لتوظيف مساعدين فستحتاج إلى حساب تكاليف التوظيف بالإضافة إلى الوقت الذي ستستغرقه في البحث عن موظفين أو مستقلين وإعدادهم. سادساً، استثمر وقتك بحكمة. يعد الوقت هو أثمن ما نملك، وهو أحد أهم عوامل التطور، ولذلك ننصحك باستغلال وقتك بالشكل الصحيح وترتيب أولوياتك لاستغلال كل دقيقة بالطريقة التي تجعلك تستثمر وقتك دون إضاعته فيما ليس به منفعة. وإلى جانب ذلك ينبغي لك أن تولي وظيفتك اهتمامك الكامل خلال فترة الدوام،
كي لا تعرض نفسك لإمكانية خسارة وظيفتك الحالية. سابعاً، ابدأ الآن. قد يبدو بدء العمل على مشروعك الخاص أمراً شاقاً، ولكن هناك العديد من الموارد المتاحة لمساعدتك على طول الطريق. قد تؤدي وظيفة بدوام كامل إلى جعل العملية أطول، لكنها ستمنحك أيضاً الدعم المالي والاستقرار الذي تحتاجه لتكون ناجحاً على المدى الطويل. في الختام، تذكر أن بدء عمل خاص سيكون أكثر صعوبة مما تتخيل، لكنه ليس مستحيلاً. لذلك عليك أن تكون جاداً في كل النقاط السابقة لكي تكون قادراً على الوصول إلى أهدافك وبناء مستقبلك المالي الذي تحلم به.